اهلا وسهلا بكم، ما زلنا في هذه التغطية الحية والمباشرة والمتواصلة التي تحمل عنوان بث مباشر وتهتم بتسليط الضوء على ما يجري من احداث لحظة بلحظة في مصر. ما زالت طبعا اللي بيتصدر الاخبار من امبارح الدعوة التي اطلقها الفريق اول عبد الفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة، والوجه فيها نداء للشعب المصري للنزول غدا لمنح الجيش والشرطة تفويضا كاملا للتعامل مع العنف والإرهاب المحتملين خلال الفترة القادمة. الدعوة دي منذ أمس لاقت قبولا بين معظم إن لم يكن كل القوى السياسية الثورية، طبعا فيما عدا المعسكر المؤيد للرئيس المعزول. طبعا مي وهبة مسؤولة المكتب الإعلامي لحملة التمرد كانت معانا امبارح على الهاتف، وأكدت في الحال إنه احتشاد المصريين هيكون واجب وطني يجب تلبيته، ولإعطاء القوات المسلحة تفويض شعبي للحرب الإرهاب اللي لا تقل أهمية عن أي حرب خاضتها مصر. حزب الوفد برضو أعلن تأييده للدعوة، وأيضا نظم التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، ده بقى اللي بيمثل المعسكر المؤيد للرئيس المعزول، نظم وقفة أمام دار الإفتاء ومشيخة الأزهر صباح اليوم للتنديد بما وصفوه صمت القيادة الأزهرية وقيادة دار الإفتاء على قتل المتظاهرين السلميين وفق تعبير المعتصمين أمام الأزهر ودار الإفتاء. برضو قبل قليل انعقد مؤتمر للقوى الثورية لتأييد هذه الدعوة من الفريق أول عبد الفتاح السيسي. هذا المؤتمر حضرته معظم الرموز الوطنية والسياسية ومنهم حركة تمرد. خلينا نشوف جزء من هذا المؤتمر واللي تحدث فيه محمود بدر مؤسس حركة تمرد. عايزين نقول انه النزول، احنا في حملة تمرد ثقتنا في الشعب المصري العظيم ثقة كبيرة جدا. احنا جربنا معاهم كتير من قبل 30 يونيو، ولما وقفنا هنا في نفس المكان نقول للمصريين جميعا ان احنا هنبدأ حملة تمرد وهنجمع التوقيعات لسحب الثقة من الرئيس. النهاردة تاني راجعين نقول لهم انه اليوم المتمم لموجة ثورية في 30 يونيو سيكون غدا الجمعة. من يريد أن يستكمل ثورته بحق عليه أن يكون معنا في كل ميادين التحرير في كل المحافظات. بناشد أهالي المنوفية اللي كانوا معانا من أول يوم واللي استلمنا منهم تقريبا أكتر من 2 مليون توقيع، أهالي الشرقية، بورسعيد، إسماعيلية، كل محافظات مصر اللي وقفت مع حملة تمرد ودعمتها، بنقول لهم تاني لازم تبقوا موجودين بكرة. بكرة يوم حماية الثورة واستكمالها. بنقول انه اخواننا الاعزاء رافعي لواء عدم شيطنة الاخوان المسلمين، ارجوكم ايضا ارفعوا لواء عدم شيطنة الجيش المصري. غدا احنا هنبقى موجودين عشان نقول بشكل واضح انه من حقنا أن نقف شعبا وجيشا في مواجهة الإرهاب. غدا سنكون في كل الساحات والميادين لنقول للعالم بأسره أن الشعب المصري لا يمكن أن يخضع لا لإرادة أمريكا ولا لإرادة جماعة إرهابية واقفة وراء أمريكا أو أمريكا واقفة وراها. غدا هنقول للست أن باترسون بكل وضوح، حلمك انك تبقي وزيرة خارجية امريكا انكسر في مصر، ومش عشان طموحك الشخصي، الشعب المصري هيدفع ثمن كل اللي انتوا بتعملوه. بنقول بشكل واضح مستنيين المصريين بكرة، عندنا ثقة كبيرة فيهم، متأكد ان التحرير والاتحادية هيبقوا مليانين على اخرهم. بنقول لامهاتنا واهالينا اللي شفناهم يوم 30 يونيو صباحا عشان مش هيقدروا يروحوا الميادين قاعدين تحت بيوتهم ورافعين اعلام مصر، بكرة كمان انزلوا افطروا في الشوارع، حطوا الترابيزات بتاعتكم والاكل بتاعكم، خلوا كل شارع يتفق مع جيران، كل الجيران تتفق مع بعض، تنزل تفطر تحت في الشوارع. عايزين نوصل رسالة للعالم كله، هذه الثورة ستنتصر، دماء الشهداء ستنتصر، الشعب المصري لن يفرط في ثوراته، لن تحكمنا جماعة إرهابية ولن تفرض علينا جماعة إرهابية شرطها. شكرا.
إذن هذا ما ورد في مؤتمر القوى الثورية اللي عبرت فيه عن تأييدها لدعوة الفريق أول عبد الفتاح السيسي أمس لنزول المصريين إلى الشوارع لمنح الجيش والشرطة تفويض للتعامل مع الإرهاب والعنف المحتملين. الإرهاب والعنف المحتملين بيحصلوا مع الأسف، يعني كل وقت بنسمع أخبار عن حوادث عنف تحدث هنا وهناك. امبارح وكالعادة حصل في الأقصر محاولة لاقتحام المطار من قبل أعضاء من جماعة إخوان المسلمين. في المقابل قوات الأمن في الأقصر عززت من وجودها في محيط المطار بعد إحباط هذه المحاولة لاقتحام هذا المطار من جانب أعضاء بحركة جماعة الإخوان المسلمين. برضو كان في مواجهات في الفيوم بين الأمن وعناصر أيضا من الإخوان كما وردت في التحريات الأولية أمام مديرية الأمن. في هذه الليلة الدامية وقعت هذه الاشتباكات أمام مديرية الأمن، ووقعت مواجهات عنيفة جدا بدأت بعد قدوم مسيرة للإخوان إلى مقر مديرية الأمن، وقررت قوات الشرطة لاستخدام قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، وسادت حالة من الكر والفر بالمنطقة. في مصدر أمني أكد لنا أنه تم إلقاء القبض على 5 من عناصر جماعة إخوان المسلمين وأحيلوا للنيابة. سيناء برضو مع الأسف فيها برضو أعمال إرهابية متواصلة. ليلة أمس عاود مسلحون مجهولون أيضا إطلاق النار على كمين الريسة، هذا الكمين الواقع على الطريق الدولي بين العريش ورفح. طبعا يعني للطرافة الحياة أو للأسف بالتأكيد هذا الكمين يتعرض لهجوم من المسلحين المرة الـ 44 منذ ثورة 25 يناير. هذا الكمين مهم للغاية لأنه يقع في الطريق الرابط بين العريش ورفح. طبعا اضطر أفراد الكمين إلى الرد على المسلحين المجهولين اللي أطلقوا النار على هذا الكمين ومطاردتهم ولكن دون وقوع أي إصابات. في سيناء برضو الحادث الآخر، سقطت قذيفة صاروخية بجوار نقطة تمركز للجيش بالقرب من مستشفى الشيخ زويد العام، وقال شهود أعيان أن القذيفة سقطت على المبنى الإداري لسكن أطباء المستشفى وثقبت الحائط دون أن تسبب أي أضرار. يعني هل كان المستشفى هو المستهدف أم المقر أو نقطة تمركز الجيش؟ سؤال مهم عايزين نناقشه، لماذا توجد نقطة تمركز الجيش إلى جانب المنشآت المدنية؟ لأنه قبل أيام قليلة أيضا تم استهداف حافلة تقل عمال قصد في الأساس من مصدر أمني كما ذكر أنه قصد مركبة عسكرية أو قافلة عسكرية كانت تعبر. الحادث الثالث في سيناء، وزارة الداخلية أكدت استشهاد المجند محمود رمضان محمد أحمد علي من قوة إدارة قوات أمن شمال سيناء على يد إرهابيين وقيام قناص بإطلاق النيران عليه أثناء تواجده بخدمته لتأمين إحدى المنشآت الشرطية بالعريش، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري في منتصف بطنه والطلق الناري خرج من منتصف الظهر. الحادث الأخير في سيناء على الأقل اللي وصل لنا هو استشهاد مجندين وإصابة 3 آخرين في شمال سيناء، وأيضا استشهاد أو مقتل 4 متشددين في انفجار سيارة ملغومة كانوا بيستقلوها أثناء توجههم لاستهداف خط للغاز الطبيعي، كانوا واخدين معهم قنبلة موقوتة علشان تنفجر عند خط الغاز ولكن انفجرت بيهم القنبلة في السيارة قبل ما يوصلوا لخط الغاز. طيب للحصول على مزيد من المعلومات ومعرفة ملامح الصورة الآن في سيناء معي على الهاتف أحمد أبو دراع مدير مكتب جريدة المصري اليوم في سيناء. أهلا وسهلا بك أستاذ أحمد. طيب لسه لم يتوفر أحمد على الهاتف، بعد قليل إن شاء الله هنكرر الاتصال به. خلينا نترك أحداث العنف جانبا ونبحث عن قدر من التفاؤل في على الصعيد الاقتصادي. الحقيقة النهاردة فقد الدولار أكثر من 25% من قيمته أمام الجنيه خلال الثلاث أشهر الأخيرة، يعني سعره
قل، وده مؤشر جيد جدا جدا. ده حصل كما يفسر الخبراء بدعم المنح والمساعدات الخليجية اللي بدأت خزانة البنك المركزي تتسلمها منذ أيام، وسجل سعر صرف الدولار مقابل جنيه في السوق الرسمي نحو 6.99 جنيه للشراء و 7.3 جنيه للبيع. أما بالنسبة للسوق السوداء طبعا كان أعلى، تراوح سعره بين 7.10 7 جنيه وعشر قروش و 7 جنيه و13 قرش للدولار الواحد. ده في الوقت اللي بيطرح فيه البنك المركزي ما يسمى بالعطاءات الدولارية. هنحاول نحن نفسر لكم ده مع خبيرنا الاقتصادي الدكتور صلاح جودة. طبعا العطاءات الدولارية بتحدث الآن للمرة يمكن 81 من شهر ديسمبر اللي فات، وبلغ عددها بالضبط 83 عطاء كان آخرها قبل أيام بقيمة 38.6 مليون دولار لإشباع حاجة البنوك المحلية من الدولار. بالفعل معنا على الهاتف الدكتور صلاح جودة الخبير الاقتصادي. اهلا وسهلا بيك دكتور صلاح. اهلا يا فندم. اول حاجة خلينا نطمن على السبب وراء هذه الاخبار الجيدة اللي بتتعلق بالدولار. يقال انه المنح والمساعدات الخليجية بدأت تضخ بالفعل للبنك المركزي وبدأت تخش جيوبنا بالفعل، هل ده صحيح؟ هو حقيقة الامر احنا بيوم 4/7/2013 تاني يوم التنحي اعلنت السعودية والكويت والامارات انها على استعداد لتقديم حزمة من الاموال في صورة منح ومعونات وودائع وقروض لمصر، وبالفعل اللي وصل مصر حاليا وديعة في البنك المركزي من قطر 2 مليار دولار لمدة 5 سنوات بدون فائدة، ووصل 2 مليار دولار من السعودية وديعة في البنك المركزي بدون فائدة ولمدة 5 سنوات ايضا. لو قارنا الكلام ده بما كان يحدث من قطر، قطر كانت ادتنا 4 مليار دولار في صورة وديعة لمدة 18 شهر فقط بسعر فايدة 4.7%، في حين ان السعر العالمي من 1.25%. نعم. هو ده الفرق. دولت قيمة الودائع بالاضافة الى مليار دولار دفعتهم الامارات منحة لا ترد منها مصر العربية، في المقابل قامت المملكة العربية السعودية بإيجاد معونات عينية في صورة مواد بترولية بمليار دولار منحة لا ترد أيضا. وإذا دكتور تربط بين كل هذه المنح، حضرتك بتربط بين كل هذه المنح والمساعدات الخليجية وانخفاض سعر الدولار. تمام. الكلام ده تأثيره ايه على السوق؟ اوتوماتيك انت زاد الاحتياط النقدي عندنا. تمام. بقت عندك احتياط نقدي كمان تكلفته زيرو، مفيش خدمة دين له. هو ده اللي بيخلي البنك المركزي النهاردة اللي هو بنسميه كده باللغة الدارجة في السوق الفتوة بتاع العملات. النهاردة لما بيحدث طلب زيادة على العملة سواء من شركات الصرافة او البنوك او الناس بيعمل عطاء. انتوا واصلين لحد كام؟ البنوك السعر في السوق قد ايه؟ يقولوا له السعر في السوق مثلا 6.90 جنيه. تمام. يقول انا هعمل عطاء ب 6 جنيه و 80 قرش، وهو عنده اللي عاوز من البنوك يشتري. فبالتالي هتلاقي البنوك سدت حاجتها اوتوماتيك من البنك المركزي. طيب. فالسعر بيهبط. طب دكتور صلاح هل ده يعتبر مؤشر جيد نتفائل بيه ولا مجرد عارض مؤقت وهترجع الازمه تاني؟ مؤشر جيد بس علينا ان احنا ما نعتمدش كتير عليه. لابد بقى من العمل، الامن يرجع علشان ايه؟ اعمل السياحه. السياحه لما بتيجي بتعمل لك فائض في العمله عند حضرتك. الصادرات بتاعتي لو انا زودتها بتعمل فائض في العمله عندنا. تمام. تحويلات المصريين بالخارج بتعمل فائض في العمله عندنا. يبقى نرجع نكون احتياطي لمصر موجود بجد وبحق وحقيقي زي ما بيقولوا، ويبقى دوت نتاج ان انت ما تقدرش سعر العمله يهبط، سعر عملتنا يهبط مقابل الدولار او اي اسعار عملته. على كل حال دكتور صلاح جوده، يعني انت معروف بواقعيتك الشديده وانتقادك لكثير من السياسات الاقتصاديه، وبالتالي لما تقول تفائلوا يبقى هنتفائل بالفعل. شكرا جزيلا. ان شاء الله خير. ان شاء الله. شكرا جزيلا دكتور صلاح جوده الخبير الاقتصادي. وبهذا الخبر مشاهدينا نختم الفقرة الإخبارية، وبعد الفاصل نبدأ في تحليل هذه الأخبار ومناقشة المشهد بشكل عام مع الكاتبة الصحفية الأستاذة فريدة الشباشي. نلتقيكم بعد الفاصل.